من قناة الغد في القاهرة نرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج السوق وتتابعون فيها. مصر تستهدف جمع 18 مليار جنيه من طرح شركات حكومية في البورصة يونيو المقبل. اتساع عجز الميزانية التركية والليرة تنخفض لمستوى قياسي جديد. أهلا بكم في التفاصيل. أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف للمرة الأولى في 8 أشهر. ورجح معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض التي تبلغ حاليا 16.75% و 17.75% على الترتيب. وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.1% في أبريل الماضي، نزولا من 13.3% في مارس السابق عليه. أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم أنه سيجري طرح حصص في 4 إلى 6 شركات حكومية في بورصة مصر اعتبارا من يونيو المقبل وحتى مطلع 2019 لجمع ما بين 15 إلى 18 مليار جنيه أو ما يعادل تقريبا مليار دولار أمريكي. بداية من شهر يونيو المقبل وحتى مطلع عام 2019 تستهدف مصر جمع ما بين 15 إلى 18 مليار جنيه من خلال طرح حصص في 4 إلى 6 شركات حكومية بالبورصة، وذلك حسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل. وبرنامج الطروحات الحكومية يستهدف طرح حصص في 23 شركة بقطاعات البنوك والبترول والصناعة والبتروكيماويات لتحقيق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا. كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005 حين طرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك. ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور ومصر للتأمين. ومن ناحية أخرى، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة في مصر هبط إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام مقابل 12% قبل عام، وبلغت نسبة البطالة 11.3% في الربع الأخير من 2017. وللتحليل ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشة الغد. في البداية، هدف عملية طرح شركات حكومية في البورصة؟ هو الحقيقة عدة أهداف، أهداف مرتبطة بالدولة، بالحكومة، بالوضع الاقتصادي، بموازنة العمل للدولة، أهداف مرتبطة بسوق المال وبورصة وتنشيطه، أهداف مرتبطة بالشركات ذاتها أو القطاع اللي بتنتمي إليه، دخول شركاء جدد، دخول ملكية جديدة، تفعيل لمفهوم الحوكمة. فالحقيقة المزايا والفوائد متعددة، مؤكد على مستوى الدولة توفير قدر من السيولة، مؤكد أنه هيكون مفيد كأحد أهم مصادر التمويل في موازنة 18-19. ما يتعلق ببورصة وسوق المال، مهم أنه يكون في بضاعة جديدة يحبذا لو كانت بضاعة جيدة، مؤكد أنها هتزيد من نشاط وحجم التداول، مؤكد هيشجع على جذب مستثمرين جدد، مؤكد هيساعد على أو هيعطي فرصة لمؤسسات وصديق استثمار العالمية كي يزيدوا من حصصهم داخل السوق المصري، لأنه عادة الاستثمارات الأجنبية بترتبط بحجم التداول، كل ما حجم التداول بيتزايد كل ما بيبقى فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال بتتزايد. ما يتعلق بالشركات، مؤكد أنه دخول مساهمين جدد، عقد جمعيات عمومية ومناقشة القوائم المالية بشكل أكثر فعالية، مؤكد أنه تطبيق لمفهوم الحوكمة، كل دي أمور مؤكد أنه مع الطرح مؤكد أنه الكل بيستفيد منها. هل ستستوعب البورصة المصرية هذه الطروحات؟ هل السيولة كافية؟ ده سؤال هام، وعشان كده يمكن انا متشكك نسبيا في انه الحكومه يمكن ان تنجح في طرح 4 شركات كبرى خلال النصف الثاني من عام 2018، لا سيما لو كنا بنتكلم على شركه زي انبي او بنتكلم على بنك القاهره. مؤكد انه هذه الطروحات بالنسبه المقدره، سواء كنا نتكلم على 5-10-20%، مؤكد انه هذه النسب كبيره للغايه، لانه هاتين الشركتين على وجه التحديد انبي وبنك القاهره الحقيقه احجبهم
تراكمهم كبيره، وبالتالي قدره السوق لو استوعب الطرح الاول والثاني وهكذا يكون في تشقق كبير في الطرح الثالث والرابع، لانه ده قد يؤدي لانخفاض في مؤشرات التداول بالشكل اللي يؤدي لعزوف المستثمرين عن دخول في اي طرح جديد، خاصه انه قد يحدث شيفت او تحول من بعض الاسهم الحاليه للاسهم الجديده يؤدي لموجه من الانخفاضات المتتاليه، ده مؤكد هيكون رد فعل سلبي، وبالتالي مهم جدا انه يكون في مزيد من الترقب الشديد جنبا الى جنب مع جولات خارجيه مكثفه. مهم ان يكون في رود شو بيتعمل بشكل جيد من جانب الحكومه قبل الطرح كي تضمن دخول اكبر قدر من المستثمرين الاجانب. كيف يمكن استخدام حصيله الطرح بالشكل الامثل؟ مؤكد انه حينما يتم التخلص من اصل مهم ان يتم الاستفاده بقيمه هذا التخارج في اصل جديد وليس في دهاليز دولاب العمل الحكومي او دهاليز الموازنه العمل الدولي. نعم. ده هو التصور في الاصوب، لكن الحقيقه اتصور انه مع كبر حجم العجز في موازنه العمل الدوله 18 19 اللي بيقدر فيه حدود 435 مليار جنيه، لو اضفنا اليهم ما يقارب او ما يزيد عن 40 مليار جنيه اخرى يمكن ان تضاف بفعل ارتفاع اسعار النفط العالميه، لان كل رفع عن السعر المقدر لبرميل للنفط في موازنه 18 19 اللي بيقدر ب 67 دولار، احنا النهارده بنتكلم 77 دولار لسعر برميل النفط، يعني 10 دولار فاربعنا بنتكلم عن 40 مليار في عجز الموازنه، 40 مليار جنيه زياده في عجز الموازنه اللي بيصل ل 435 مليار جنيه 18 19، بالتالي اي مصدر من التمويل مؤكد انه هتحتاجه الحكومه بشده. الا تعتقد انه يجب ان يتضمن برنامج الطرح او برنامج الحكومه لطرح هذه الشركات مستهدف فيما يتعلق بهذه الشركات استثماراتها، التوسع في قطاعات جديدة مثلا؟ مؤكد ده أمر هام للغاية، مهم أن كل شركة على حدة في إطار تسويقها وترويجها لذاتها في داخل سوق المال، مهم أنه تفصح عن مش بس قوائمها المالية الحالية والسابقة، لكن أيضا تفصح عن عما يجب أن تقوم به الشركة خلال الفترة القادمة، سواء كان ما يتعلق بخطط التوسع أو ما شابهه، أو تغيير نسبي في هيكل وتركيبة الإدارة، أو طموحات الإدارة في الفترة القادمة، دي كلها مؤكد أنها أمور محتاجين الإجابة عليها. فيما يتعلق بقرار المركزية المنتظر بعد غد بشأن أسعار الفائدة، ما المتوقع بالنظر إلى معطيات وبيانات الاقتصاد المصري محددات الإبقاء أو الخفض لأسعار الفائدة؟ في التخفيضين السابقين البنك المركزي كان متحفظ بشدة، لأنه ما زال لديه هامش أمان بيصل لحدود 5% فيما بين ال 16.75 ومعدل التضخم وفقا لمعدل التضخم الخاص بالبنك المركزي، بنتكلم في حدود تقريبا 5% هامش أمان ما زالوا في يد البنك المركزي. يمكن له ان يتحرك في هذا هامش الامان ان يتجه لمزيد من الخفض، لكن الحقيقه لدينا امور عده، انه التضخم زي ما حضرتك اشرت في المقدمه بيتجه للارتفاع لاول مره منذ 8 اشهر، نحن ما زلنا مقدمين على قرارات حاسمه في اطار برنامج الصحه الاقتصادي مؤكد انها سوف تؤدي لمزيد من ارتفاع التضخم، مؤكد ما يحدث خلال الايام الماضيه في سوق الصرف وارتفاع سعر الصرف داخل البنوك مؤشر الى حد ما يجعل البنك المركزي في اطار من التحفظ يتجه للإبقاء، ولو أراد أن يصل أو يستمر في إيصال رسائل لمجتمع الاستثمار والأعمال لو كان في خفض هيكون بنسب ضعيفة ربع أو نصف في المئة لن يتخطى هذا. أشكرك جزيل الشكر دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، شكرا لك دكتور. شكرا. اتسع عجز الميزانية التركية إلى 23 مليار و200 مليون ليرة أو ما يعادل 5 مليارات و300 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17.9 أو 17 مليارا و900 مليون قبل عام. ومن ناحية أخرى تراجعت الليرة مقابل الدولار لتتضرر مرة أخرى من قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم بعد أن أظهرت البيانات عجزا في ميزان المعاملات الجارية أكبر من المتوقع في مارس. انخفضت الليرة 12% هذا العام تحت ضغط من شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيلبي توقعات السوق لسياسة نقدية أكثر تشددا. ارتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي 2.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.9% قبل عام بدعم من أداء قطاعي الزراعة الذي نما بنسبة 11.9% ارتفاعا من 2.5% قبل عام، بينما تسارع
نمو قطاع الخدمات إلى 3.3% من نحو 6%، وتتطلع تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3% في العام الجاري ارتفاعا من 1.9% في 2017. تراجعت سندات لبنان الدولارية اليوم الثلاثاء متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واشتعال العنف إثر قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وتراجعت شتى أجال الاستحقاق ونزل استحقاق 2027 أكثر من سنت كامل إلى أدنى مستوياته منذ أوائل نوفمبر الماضي. ويعاني لبنان من مخاطر مستويات ديونه بالعملة الصعبة التي تعد من أعلاها في الأسواق الناشئة. السوق مستمر معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021. أهلا بكم من جديد. قالت لجنة الميزانيات والحساب الختمي في مجلس الأمة الكويتي أنه سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت حتى سنة 2021. ومن جانبها أكدت وزارة المالية ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية والتي تطبق على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة. أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الطريفي. مرحبا بك معنا دكتور عبد الرحمن عبر شاشة الغد. في البداية، التأخير هذه المرة أرجع تطبيق الضريبة العام 2021، على ماذا تنطوي هذه الخطوة؟ أبرز التحديات التي أدت إليها؟ تفضل. بالفعل مساء الخير. أنا برأيي نعم، كما نعرف أن عام 2015 تم الاتفاق في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هناك ابتداء على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1/1/2018، لكن لم تطبق هذه الضريبة إلا على المملكة العربية السعودية وعلى الإمارات. لكن الكويت كما نعرف أنها لديها مجلس نيابة ومجلس كبير جدا، ومن ثم أيضا له في التشريعات. برأيي أنه في شهر 10 سيبدأ عملية الضريبة الانتقائية التي تحتاجها تشريعات أيضا، على أساس 5% زي ما تفضلت، على أساس ضريبة انتقائية على ضريبة السجائر ومن ثم المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. لكن الضريبة القيمة المضافة 5% سوف تطبق اعتبارا من 2021، لأنه بالفعل لغاية الآن لم يجري عملية، كما نعرف أن عملية مناقشتها في مجلس النواب، وهذا برأيي أنه هناك تحفظ من دولة الكويت، لأنه بالفعل هناك عجز في الميزانية وعجز كبير جدا، وخاصة أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع وهذا جيد أيضا، ومن ثم أدى إلى عملية تأجيلها إلى 2021. نعم. إذن هذا التأجيل هو متعلق فقط بالتأخير في تشريع القانون المتعلق بفرض الضريبة، أم أن له أسباب اجتماعية أخرى؟ يعني هناك من يرى أنه الكويت دولة غنية بالنفط، وبالتالي فإن زيادة الأعباء على المواطنين ربما سيثير أزمة. نعم، هي أنا كما قلت أنها تحتاج إلى تشريعات، لأن القانون في الكويت لابد أن يمر من مراحله في عملية التشريع، لأن مجلس النواب لابد من الموافقة على أي قانون، وهذا أيضا تم بعملية تأجيل لهذه العملية، وأعطت الحكومة مجال أنها سوف تقوم بعملية فرض هذه الضريبة اعتبارا من 2021 وليس كما هو مطبق في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. لكن الضريبة الانتقائية سوف نشهد عملية أيضا دراسة لها في مجلس النواب اعتبارا من شهر أكتوبر المرحلة الثانية، اللي هي الدورة الثانية في هذا العام. برأيي نعم سوف تستمر. هناك لغط كبير جدا كانت في الكويت، لأنه بالفعل كما تفضلت أن الكويت دولة غنية ولديها أيضا موارد مالية، لكن هناك عجز وكانت تحتاج إلى هذا الموارد المالية. لكن برأيي أنها بارتفاع هذا الأسعار
بارتفاع أسعار النفط إلى وصل 78 دولار بعد أن كان حوالي 60 و65 كان بريك بوينت. أنا برأيي نعم سوف نشهد أن هناك تأجيل لهذه العملية، وهي كما أنا طيب دكتور عبد الرحمن، الضريبة الانتقائية التي التي ستفرض مع نهاية العام الجاري، هل تعتقد أنها يمكن أن تعوض عن فرض ضريبة القيمة المضافة؟ لا أبدا، لأنه كما حصل في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية تم أيضا فرض الضريبة الانتقائية من مثلا في شهر 4 كان في المملكة العربية السعودية، في شهر 10 في دولة الإمارات، لكن لم يتم عملية الإلغاء على ضريبة القيمة المضافة، هي مكملات. أنا برأيي إذا ما كان أسعار النفط بهذا الارتفاع وأدت إلى ارتفاع، سوف نشهد أن هناك عدم الرضا من قبل مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة. لكن الضريبة الانتقائية أنا برأيي هي أصلا معمولة من أجل أيضا لأنه الحد من السجائر والحد من المياه الغازية وأيضا مشروب الطاقة، هي ضريبة على الرفاهية. نعم. بند من البنات أن الدولة لا تحتاج هذه السيولة بقدر ما هي تحتاج عملية تخفيف من هذه تأثيرات هذه الضريبة. نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن الطريفي المحلل الاقتصادي، كنت ضيفا معنا عبر شاشة الغد من دبي. قال مسؤول كبير إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأربعاء حماية الشركات الأوروبية التي لها أنشطة مع إيران من العقوبات الأمريكية في الوقت الذي يعكف فيه الاتحاد الأوروبي على الحد من الأضرار عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران. أضاف المسؤول بالاتحاد الأوروبي أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدركا موغوريني سيطلعان جميع زعماء الاتحاد الأوروبي 28 على الخيارات المتاحة حين يجتمعون على مأدبة عشاء في العاصمة البلغارية صوفيا غدا. تعرض ماسة فارنيس الزرقاء التي تعد واحدة من أهم الماسات التاريخية لأول مرة في التاريخ هذا الأسبوع في مزاد علني لدار سوثبي للمزادات. هذه الماسة التاريخية ماسة فارنيس الزرقاء التي يتم توارثها عبر العائلات الملكية الأوروبية لنحو 300 عام ستطرح هذا الأسبوع للبيع للمرة الأولى خلال مزاد علني حسب ما أعلنت دار سوثبي للمزادات العلنية، ومن المتوقع أن تبلغ المزايدات عليها حد 5,300,000 دولار. إنها ماسة مذهلة تمكنت من البقاء في أيدي العائلات الحاكمة حتى اليوم، والمثير في الأمر أنها إرث عائلي ولا يعلم بشأنها سوى تجار المجوهرات الذين اعتنوا بممتلكات العائلة. الماسة الزرقاء الداكنة التي يتجاوز وزنها 6.16 قيراط استخرجت من مناجم ألماس جولكوندا في الهند، وأهديت إلى الأميرة الإيطالية إليزابيث فارنيز في عام 1715 عندما تزوجت من فيليب الخامس ملك إسبانيا، وتم توارثها عبر أكثر من 7 أجيال. ومع انتقال الأبناء والأحفاد إلى عائلات أوروبية أخرى انتقلت الماسة من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا، كما من المتوقع أن يعرض للمزايدة خلال نفس الأسبوع خاتم بيضاوي يزن 50 قيراطا وقد يباع بسعر يصل إلى 8,000,000 دولار، كما سيتم عرض قطعة ماسية تزن 51.71 قيراط وقد تباع بحوالي 9,500,000 دولار. بهذا تنتهي حلقتنا من برنامج السوق، وهذه تذكرة بأبرز ما تابعته. مصر تستهدف جمع 18 مليار جنيه من طرح شركات حكومية في البورصة يونيو المقبل. اتساع عجز الميزانية التركية والليرة تنخفض لمستوى قياسي جديد. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم دوما في أمان الله، إلى اللقاء.